السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ياسين ابس ستاف تيم. النهاردة المحاضرة رقم 86 من محاضرات تعليم الجي ديفلوبر، وكلنا هنتعلم جافا. النهاردة هنتابع المثال بتاع المحاضرة اللي فاتت، موضوع الانر كلاس او البرايفت كلاس. تعالى نشوف يعني ايه برايفت كلاس او انر كلاس، ونعمل كده مثال عن الاكشن ليسنر والايفنت. هنشوف المثال في المحاضرة النهاردة. هنبدأ نحط بقى اتنين ايتم زي كده، تكس ايتم او تكس فيلد، ونبدأ نتعامل مع نحط اكشنز تحت كل بطن من دول. تعال مثلا نكتب محمد ونعمل انتر، هنلاقي اوتوماتيك راح كتب لي هنا ايه ريزلت محمد. طيب تعال نقول له اوبن، راح قال لي اوبن يو محمد، وقول له اوكي، راح غير لي الباك جراوند زي كده. تعال نقول له جو، قال له اي ويل جو تو محمد. نقول له مثلا علي، او مع الانتر راح عمل لي اللون كده وقال لي الريزلت علي اوبن جو تو، وهكذا. تعال ازاي نعمل الشغل ده كله؟ طبعا بسيط جدا، بس انا نحاول نكبر الموضوع شويه عشان نتكلم عن الانر كلاس. يعني هناخد الفورمه بتاع المره اللي فاتت دي، ونبدأ نحط بقى فيها التكست فيلد، ونبدأ نشغل البوتنز دي زي ما كده. نركز مع بعض بقى. اول حاجة محتاجين ايه؟ محتاجين نتعرف عن ايه انر كلاس. طب تعال نرسم التكست ايتم الاول زي ما احنا عايزين. تعال نقول له كده عايزين نحط ايه اتنين تكست ايتم هنا. يبقى هنيجي هنا ننزل تحت، نقول له هنا ايه، نعرف اتنين برايفت جافا تكست فيلد. هنسميه مثلا ايه تكست 1، ونعمل له امبورت عندنا، هنلاقي ان هو اوتوماتيك ايه نزل تكست 1. ممكن نيجي هنا نقول له كمان دي طريقه ثانيه عشان نتعلمها، نقول له تكست 2. يعني خدت اتنين اوبجكت من نفس الكلاس، اتنين اوبجكت من نفس الكلاس. تمام كده خلاص اول جزء خلصناه. نعمل ايه كولابس الامبورت، مش عاوزينه خلاص، كولابس ده مش عاوزينه دلوقتي. طيب كده خلاص خدت اتنين تكست ايتم. هنيجي هنا عند السيت اب بتاعنا، ونختار مكان مثلا. تعال نختار هنا مكان ونقول له ده تكست فيلد setup. اي كده اي كومنت ممكن تحطها. ده بتاعت ايه؟ هنقول له ايه، هنقول له text 1 هيساوي لنا new java text field، و text 2 نفس الكلام هيساوي لنا new java text field بالمنظر ده. يبقى كده ايه، انا عملت بوينتر للكلاسات خلاص بالمنظر ده. يعني عملت فوق الديكلاريشن وهنا البوينتر. عايزين بقى نظبط بقى الخصائص، هنقول له ايه text 1 dot a set bounds عادي زي اي اوبجكت. هنقول له ابدأ مثلا من 100، اكس خليها مثلا 150، الواي او خلي الاكس 50 بس، الواي هتبقى 150. طول عرض التكست ايتم ده خليه مثلا 100 او 120، والطول خليه 30. تكست 1 دوت اي سيت اي تاني، ممكن نقول له ايه سيت، لا ممكن نظبط الباك جراوند كلر، نقول له مثلا ايه كلر خليه لي مثلا ايه بلاك مثلا، خليه لون ابيض اسود. طيب ونقول له تكست 1 دوت ايه سيت فونت، نظبط الخط برده بالمره
set font، وده ناخد object من نوع font، font new font. برضو الفونت ليه كلاس، حتى الفونت هنلاقي نلاحظ ان هو ليه كلاس. طيب الفونت محتاج ايه؟ محتاج بص بيقول لك اعمل امبورت للفونت، ده عباره عن اي دبليو تي. اقول له ماشي اوكي. هنقول له الخط هات لي نوع اريال، ده البولد مثلا هيبقى 1، بولد تقريبا 2، وهنقول له كمان الخط هيبقى 15 مثلا او 20 المنظر ده. طيب نفس الكلام ده هناخده لمين؟ هناخده ل تكست 2. تكست 2 هنقول له ابدا في 150، هنقول 200 او 250. 50 زائد 120 يعني 250 كافي. الباك جراوند خليه وايت ما فيهاش مشكله، ونفس الخط ما فيش مشكله. كده احنا ظبطنا ايه خصائص التكست ايتم دول. هنيجي هنا نضيفهم في البانل، بانل دوت اد، نضيفهم عندنا تكست 1، وهنضيف البانل الثانيه تكست 2. تعال نرن ونشوف ايه اللي هيحصل. هعملهم كده، هننزلهم من تحت شويه. خليهم هنا الواي على 200، وهنا خليه يبدا من 10 بس عشان يبقوا كبار شويه. ماشي 150، وده خليه 150. ونرن. بالمنظر ده كده لو كتبت هيظهر معايا كده، وده لو كتبت هيظهر معايا كده. تمام، هنبدا بقى نبرمج الشغل بتاعنا ده. هنيجي طبعا خلاص كده خلصنا الرسم، خلاص مش هنرسم حاجه. هنيجي بقى هنا ننزل ايه بقى الانر كلاس. هو عباره عن كلاس مساعد لكلاس رئيسي، يبقى ده اوبجكت عادي داخل الكلاس، بس ده ايه اسمه من نوع كلاس. فباجي هنا واقول له ايه، بقول له برايفت كلاس عادي كاني بعمل كلاس، بس ده داخل كلاس. بصوا هنا الاند اهي بتاع كلاس اهي، ده الاند بتاع كلاس. جواها بعمل كلاس جديد واقول برايفت كلاس، هسميه ايه ذا هاندلر مثلا. هاندلر ده الخاص بالاوبجكت، اي اسم ممكن تسميه اي اسم مش مشكله يعني، بس معظم الماتيريالز بتقول لك ايه ان هو نفضل نسميها ذا هاندلر او هاندلر، اي حاجه او هاندلرز مش تفرق. عملنا كلاس اسمه ذا هاندلر اهو، وده بيمبلمنت مين للاكشن لسنر بالمنظر ده. طبعا المفروض نعمله امبورت عندنا، هنطلع فوق هنلاقي اهو عمل الاكشن ليسنر اهو، عمل لي امبورت فيه. بص كل حاجه بنعملها امبورت بتنزل هنا، الكلر اهو، الدايمنشن، اللي اوت، الفونت، الريكتانجل، كل اي حاجه بنعملها امبورت او بنحتاجها اوتوماتيك الجي ديفلوبر بيحضرها لنا بالمنظر الفوق. طيب هنا في ايرور، في ايرور ليه؟ قلنا اي كلاس بيعمل امبلمنت للاكشن ليسنر ففي مجموعه من الميثود، لان ده طبعا انترفيس صح، والانترفيس في حاجات ميثود بتبقى معموله ابستراكت، ودي لازم اجباري ان انا اعمل لها امبلمنت عندي. فبقول له امبلمنت كل الكلاسات اللي انا محتاجها، كل الميثود اللي انا محتاجها. فاي ميثود محتاج نعمل له امبلمنت اوتوماتيك هنزله هنا عندي. ما نزلش غير ميثود واحده اسمها اكشن بيرفورمنس، بيقول دي مهمه، ودي بتنفذ مجرد ما باخد امبلمنت من اي انترفيس زي كده اوتوماتيك لازم انزل عندي الاكشن بيرفورم. والاكشن بيرفورم ده مسؤول عن تنفيذ الكود، تنفيذ ايه الكود، وبياخد بارامتر اسمها اكشن ايفنت، وده بيتعلق بالانتر او بالمعمل انتر، ده الامر بتاع الانتر او الايفنت بتاع الانتر.
ومسمي نفسه ايه، ممكن تغير الاسم مفيش مشكله برضو. طيب بقول له بقى ايه، انا عايز اقول له اف ان الاي لو كان الايفنت او الحدث اللي يتم دلوقتي جاي السورس بتاعه جيت سورس، المصدر بتاعه منين؟ جيت سورس من الاوبن باتن الاولاني ماشي. طب ايه اللي يحصل لو هو من الاوبن باتن؟ لو هو من الاوبن باتن ركز مع بعض، اللي هو الاوبن باتن ايه اللي هيحصل؟ هقول له نفذ لي الكود هنا تمام، يعني لو كان هو داس على الباتن 1 نفذ كود معين هنا else if ايه بقى؟ لو كان الاي دوت جيت سورس هو جو باتن اللي هو زرار تاني، يبقى اعمل الكود اللي هيتكتب هنا else if، ده طبعا if statement لو فاكرينها، هنقول له if لو if دوت جيت سورس لو كان داس على تكست 1، لو دوست على تكست 1 اللي يحصل؟ هفترض انا مش محتاج غير الثلاث اكشن دول، يبقى معنى الامر ده ايه؟ ان انا عملت الايفنت اكشن ان انتر، لو قلت له عملت الانتر ده على الزرار اوبن باتون هينفذ الكود اللي هنا، ولو قلت له عملت على الجو باتون هينفذ لي الكود اللي هنا، ولو قلت له عملت انتر على تكست 1 هينفذ لي الكود اللي هنا. تاني انا عملت كلاس، طبعا لازم يكون برايفت لان انا مش محتاج ان هو حد يشوفه من بره، ده برايفت ده خاص بالكلاس الحالي، فلو انا محتاجه بابليك كنت عملته بره، لكن انا محتاجه برايفت خاص بالكلاس الحالي. والبرايفت كلاس ده اوتوماتيك بيشوف كل الاوبجكت الموجوده في الكلاس الحالي، لان هو ممبر او عضو او كائن او ممبر من العناصر الموجوده جوه الكلاس، فبالتالي هو بيشوف كل الاوبجكت الموجوده في الكلاس. شايفين ان دي برايفت بس هو شايفها، فليه؟ لان ده كلاس، ده ممبر او عضو من عناصر الكلاس الحالي. طيب فباجي بقول له ايه برايفت كلاس، اسم كلاس، بقول له امبلمنت الاكشن ليسنر، وقلنا الاكشن ليسنر ده المستمع لتفاعلات المستخدم او الاوامر اللي بينفذها المستخدم للبرنامج. بعدين بقول له اكشن بيرفورم، ده قلنا لازم اعمل له امبلمنت، ده اجباري لازم اعمل له امبلمنت عندي. وبقول له ايه في اكشن ايفنت، ده هيتعرف لي على مين اللي داس الانتر او مين اللي عمل انتر عندي، فبقول له هات لي السورس بتاعك، لو كان الباتون هو اللي داس الانتر نفذ الكود، ولو كان جو باتون هو اللي عامل انتر نفذ الكود، ولو كان التكست 1 هو اللي عامل انتر نفذ الكود. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا نكتب الكود، وهنعيد برضو على الجزء ده مره ثانيه لان ده من الاجزاء المهمه. ان شاء الله تكون استفدتوا من المحاضره بتاع النهارده. اي سؤال اي استفسار ابعتوا لنا على apps.com، والسلام عليكم ورحمه الله.